مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الثاني المتوسط المنهج الجديد. درسنا اليوم يونت 3 لسن 1، اليونت الثالث الدرس الأول. عنوان الدرس The Sports Center، المركز الرياضي أو مركز الرياضات. بالفقرة الأولى شو يقول لي؟ يقول لي Listen and point، استمع وأشر. Repeat the names of the sports، قم بترديد أسماء الرياضات. مثل ما تعودنا سابقا لما نقول لي repeat the names of the shops، repeat the names of the days الى اخره، لما نقول لي repeat ردد يطلب من ان يستمع، اما استمع للاستاذ وهو يقرا هذه الرياضات بداخل الصف واردد وراه، او استمع للمقطع الصوتي، الاستاذ يشغل مقطع صوتي بداخل الصف واردد وراه اسماء الرياضات. طبعا لعدم توفر المقاطع الصوتيه لان منهج جديد وفرنا على شكل مقطع نصي، حاول انه تردد ورايا، راح اقرا لك اسماء هذه الرياضات وتردد ورايا اسماء هذه الرياضات. اولا يقول لك فولي بول معناها كره الطائره، سويمينج معناها سباحه، سيلينج معناها ابحار، هورس رايدنج قياده الاحصنه او السباق بالاحصنه، فوتبول كره القدم، جودو رياضه الجوده، باسكتبول كره السله. and from the beginning of this year، ومنذ بداية هذه السنة، we can give you lessons in these، يمكننا أن نعطيك دروس في هذا. طبعا قبل كل شيء أريد أوضح شغلة، هذا المقطع النصي اللي مطينياه بالبداية عبارة عن إعلان لمركز رياضي بمجموعة من الرياضات اللي موفريها. يقول لك ذن الرياضات اللي استوى قرأتهن، Ashby Sports Center، come to the sports center and get fit، تعال إلى هذا المركز الرياضي وكن ذو لياقة. بعد ما تمارس هذه الرياضات راح تكون ذو لياقة، فهم موفرين هاي الرياضات. ويقول لك مع بداية العام احنا راح نعطيك دروس lessons in these sports، بهذه الرياضات. اذا اكو رياضات موفريها مجرد تمارسها، واكو رياضات منطينيها موفريها بدروس، يعطوك دروس على مود تتعلمها. مثل شنو؟ مثل الكاراتيه، مثل التنس، مثل الاتلتكس. الاتلتكس هي الرياضات البدنية، الجيمناستيك، الجمباز. Call us in this number، يقول لك اتصل على هذا الرقم لكي تشارك في هذه المركز آشبي للرياضات. إذن هو بالبداية يعطيني مجموعة من الرياضات، يطلب من أن استمع للأستاذ وهو يقراهن، أو استمع للمقطع الصوتي وهو يقراهن وأردد بعده. بعد ما استمعت للأستاذ وهو يقراهن، شنو المطلوب من عندي؟ طلاب، المطلوب حفظ، ركز وياي، حفظ إملاء ومعاني هذه الرياضات. يعني هسه أنا قرأت لكم إياها، عرفت شلون تلفظوها، وراها مطلوب من عندك إنك تحفظ إملائهم ومعانيهم. زين أستاذ، ليش تطلب من عندي إني أحفظ إملائهم ومعانيهم؟ لأن الدرس كله متمحور حول هذا الموضوع أو حول هذه الرياضات. إذا ما راح أعرف معاني هذه الرياضات، ما راح أقدر أجاوب على الأسئلة اللي راح يسألني إياهم الأستاذ بكتاب النشاط اللي راح نشرحه إن شاء الله بالدقائق القادمة. فقبل ما نعبر الفقرة القادمة، حاول توقف الفيديو، تكتب هذه الرياضات، تكتب معانيهن وتعرف املاءهن، تحفظ املاءهن. وراها ننتقل للفقره الثانيه. شوف الفقره الثانيه شو يقول لي بيها. يقول لي verbs and sports، الرياضات والافعال. يقول لك انا عندي ثلاث افعال اللي هن البلاي والجو والدو. ركز وياي يا طلاب، هذا موضوع قواعدي جدا مهم، يجيني بسؤال الاختيارات. يقول لك انا عندي ثلاث افعال اللي هو بلاي، بلاي معناها يلعب، do go معناها يذهب، will do معناها يفعل. هذين الثلاث أفعال تستخدم مع الرياضات. مثلا أقول I play football، أنا ألعب كرة القدم. الفعل play يناسب الرياضة football، أنا أعرف أن الفعل play يناسب football. لكن البوكسينج شي ناسبها، السايكلينج شي ناسبها، الكاراتيه شي ناسبها. لازم أعرف كل رياضة شنو الفعل المناسب لها. يعني مثلا ما يصير نقول I play كاراتيه، أنا ألعب الكاراتيه. كل رياضة الكاراتيه تستخدم وياها الفعل do، فأنا لازم أعرف كل فعل من هذه الأفعال الثلاثة اللي هي go والdo والplay شنو الرياضة المناسبة إلها. فهنا راح نسويها على شكل ملاحظات، حاول تحفظ وياي هاي الملاحظات وتسجل بالدفتر وتحفظها. أولا شو يقول لي؟ يقول لي الفعل go، هذا الفعل go، ويا يا رياضة أستخدمه، يستخدم مع الرياضات، أحفظ وياي، يستخدم مع الرياضات التي تنتهي بشنو؟ بـ-ing. سهلة، إذا الرياضة اللي أنا منطيني إياها تنتهي بـ-ing أستخدم وياها الفعل go. كمثال skiing،
سكيينج التزلج، بعد تزلج على الجليد، سكيتنج رياضة السكيتنج، التزلج بالزلاجة، بعد عند السايكلينج قيادة الدراجة الهوائية. هذن الرياضات شوفوا اللي تنتهي بآي إن جي، سايكلينج، سكيتنج، سكيينج. إذا الرياضة تنتهي بآي إن جي يجب أن نستخدم معها الفعل جو. بعد عند رياضات أخرى نعم، ولتكن كمثال رياضة السويمينج، السباحة إلى آخره. شكو رياضة تنتهي بآي إن جي نستخدم معها الفعل جو، ما عدا رياضة واحدة اللي هي شنية حاولوا تحفظوها اللي هي البوكسينج. بعد شوية راح نعرف ليش البوكسينج ما نستخدم وياها جو، نستخدم وياها فعل ثاني. إذن الملاحظة الأولى، الرياضات اللي تنتهي بآي إن جي نستخدم وياها الفعل جو. زين، ثانيا شو تقول؟ تقول ثانيا نستخدم الفعل play. play ويا من نستخدمه؟ تستخدم مع الرياضات، احفظ وياي، التي يكون فيها كرة. لازم يكون هاي الرياضة تحمل بها كرة، بها طوبة، أو يكون فيها منافسة بين اثنين. منافسة بين اثنين شنو يعني؟ إما فريقين أو شخصين. ما افتهمت استاشون يعني. هسه والله اللي بيها كرة سهلة مثل الفوتبول، فوتبول كرة القدم، هذا يستخدم وياها الفعل play. فوتبول ليش؟ لأن بيها كرة. التنس بيها كرة. الباسكتبول هذن كلهن لأن بيهن كرة استخدم وياها الفعل play. لكن استاذ شنو اللي بيها منافسة بين فريقين أو شخصين؟ على سبيل المثال التشيس، الشطرنج، منافسة بين شخصين، وبالتالي راح استخدم وياها الفعل play. إذن هسه حفظنا إن الفعل go مع الرياضات التي تنتهي ب ing، الفعل play مع الرياضات التي فيها كرة، أو الرياضات التي يكون فيها منافسة بين شخصين أو فريقين. أما الفعل الثالث اللي هو الفعل do، ركزوا وياي، الفعل do يستخدم مع الرياضات البدنية، كأن تكون ملاكمة، كأن تكون جمباز، جمناستيك إلى آخره، هاي يسموهن رياضات بدنية. أو الرياضات التي لا تتطلب، ما تتطلب شنو؟ ما لا تتطلب معدات. ما افتهمت استاذ شلون يعني؟ شنو الرياضات اللي تتطلب معدات او شنو هي الرياضات البدنية؟ على سبيل المثال جمناستيك، جمناستيك من الرياضات البدنية. طبعا الجمناستيك معناها الجمباز. بعد عند رياضة البوكسينج، شوف هنا البوكسينج شنو معنى بوكسينج؟ ملاكمة، رياضة بدنية ولا تتطلب معدات، وبالتالي استخدم وياها الفعل do. وهكذا على سبيل المثال الاثلتكس، الاثلتكس اللي هي الرياضات البدنية إلى آخره. هذين الأفعال أو هذين عفوا الرياضات تستخدم أو نستخدم معها الفعل do. هسه احنا عرفنا نميز بين الفعل do والgo والplay مع كل رياضة من الرياضات. زين استاذ هسه احنا حفظنا، سجلنا هاي الملاحظات بالدفتر وحفظناها، شلون تجيني بالامتحان؟ تجيك بسؤال القواعد الاختيارات. على سبيل المثال يقول لي I play low go low do tennis على سبيل المثال. شوف هنا التنس رياضة فيها كرة ويكون فيها منافسة بين شخصين. بما أنه بها كرة ومنافسة بين شخصين، إذن الفعل المناسب لها شنو؟ play. مثال آخر نقول they على سبيل المثال نفس الطريقة play low go low do كاراتي. شوف هنا الكاراتيه انتهت بـ ING؟ لا استاذ ما انتهت بـ ING، إذن ما راح أخلي go. بعد بيها كرة؟ لا، إذن ما راح أخلي play. هي رياضة بدنية؟ نعم هي رياضة بدنية وليست ولا تتطلب معدات، إذن راح أقدر أستخدم وياها فقط الفعل do. إذن من خلال هاي الملاحظات قدرت أختار الفعل المناسب لكل رياضة يمطيني إياه. هاي صيغة تجينا بالسؤال الثاني اللي هو سؤال القواعد لكن على شكل اختيارات. حاولوا تسجلون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها لأنها مهمة جدا بامتحان التحريري تحديدا بسؤال القواعد. هسه لحد الآن عرفنا ليش أنا بالبداية قلت لكم لازم تحفظون الرياضات كمعاني، لأن أنت إذا ما تعرف شنو معنى كلمة تنس، ما تعرف شنو معنى كلمة كاراتيه، ما تعرف شنو معنى بوكسينج، إذا ما تعرف معاني الرياضات ما راح تقدر تختار الرياضة أو الفعل المناسب لهذه الرياضة. إذا الفقرة الأولى اللي هي حفظ معاني الرياضات فادتني بهذه الصيغة. بعد استاذ تقول لازم تحفظوهن كذلك كإملاء،
بيش راح يفيدني الإملاء؟ بس الآن راح ننتقل للفقرة أو كتاب النشاط بتمرين رقم واحد. شوف هنا طلاب يقول لي which sports connect to the words، أي الرياضات التي ترتبط بهذه الكلمات؟ منطيني ثلاث كلمات بكل نقطة. يقول لي ذني ثلاث كلمات تناسب يا رياضة. هنا أنت لازم حافظ معنى الرياضة ولازم حافظ إملاء الرياضة على مود تكتبها بالفراغ المناسب لها. ما فهمت استاذ شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال ران، ران ركض او يركض، جامب قفز او يقفز، ثرو رمي او يرمي. زين اليرمي والقفز والركض هذين الكلمات متعلقه بيا رياضه، الرياضات البدنيه. فايش اقول؟ اقول اثلتكس. شوف طلاب انا ايش راح اسوي؟ راح اكتب الكلمه كلها من عندي، فانا اذا ما حافظ املاها يجوز اتذكر الرياضه بس ما راح اقدر اكتبها كاملة او ما راح اقدر اكتبها بشكل صحيح. فلذلك مثل ما ذكرنا بداية الدرس يجب حفظ معاني واملاء هذه الرياضات. النقطة الثانية شو يقول لي؟ يقول لي بول كرة، منطيني كرة، باسكت سلة، تو تيمز فريقين، رياضة بها كرة وسلة وفريقين. يا رياضة واضحة جدا، رياضة الباسكت بول. شنو باسكت بول؟ كرة السلة. بعد سي بحر، بوت قارب، وين رياح. شنو الرياضة المناسبة لهذه الكلمات الثلاثة؟ شنو الرياضة اللي بيها بحر وقارب ورياح؟ رياضة السيلينج. شنو سيلينج؟ الإبحار، الإبحار، رياضة الإبحار. أستاذ أقدر أستخدم رياضة الرولينج مع هذه الجملة؟ شوفوا طلاب لو ما جايب لي ويند أقدر أستخدم الرولينج. هو شنو الرولينج؟ الرولينج التجديد، رياضة التجديد بالقارب. فشوفوا هنا سي بحر بوت قارب، البحر والقارب من الممكن أن يكون بيها سيلينج الإبحار وروند تجديد، لكن لأن انطاني ويند، ويند معناها رياح، معناها السباق يعتمد على الرياح والمراكب الشراعية. لذلك المراكب الشراعية الرياضة مالتها تسمى سيلينج الإبحار. بعد نقطة رابعة بول، همنا منطيني كرة، نت شبكة، وراكت أو راكت، راكت معناها مضرب. شنو الرياضة اللي تحمل ذي الكلمات الثلاثة؟ أكيد رياضة التنس. وهكذا بعد عندنا سويم يسبح، سباحة، بول حوض، وعندنا ريس سباق. كلش واضح شنو الرياضة المناسبة لهذه الكلمات الثلاثة؟ رياضة السويمينج السباحة. السويمينج معناها سباحة، بيها حوض، بيها سباحة، وبيها سباق. بعد أدي بول مرة أخرى، كرة، 11 players 11 لاعب، 11 لاعب، وجول هدف. كلش واضحة شنو الرياضة اللي بيها 11 لاعب وهدف وكرة؟ اللي هي رياضة الفوتبول، كرة القدم. هذا ما يخص تمرين رقم واحد. هذا التمرين تمرين مهم جدا 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 بالامتحان التحريري، بامتحان الشهر الثاني. يجيني مثل ما هو، بعض الأساتذة يتساهل بالموضوع. شلون الأستاذ يتساهل؟ هذين الكلمات الرياضات يشيلهن يخليهن بأعلى التمرين على شكل إسقاطات، ويقول لك سقط الكلمة بالفراغ المناسب. فهنا أنا ما يحتاج تحفظ إملاء الرياضات، لكن إذا ما جاب لي إياهن بأعلى التمرين فأني مجبر إنه أحفظ إملاء هذه الكلمات على مود أقدر أكتبهن من عندي وما أغلط بهن. هذا ما يخص تمرين رقم واحد، سجل عليه تمرين مهم جدا بالامتحان التحريري، وحاولوا تنقلون الحلول بكتاب النشاط. الآن ننتقل إلى تمرين رقم اثنين. يقول لي write the sports in the correct column، اكتب الرياضة بالحقل المناسب. شوف إن أنا منطيني مجموعة من الرياضات ومنطيني ثلاث حقول، حقل الدو يفعل، الفعل دو، وplay يلعب، والgo يذهب. ركز وياي. أستونا أخذنا الملاحظات، إيش وقت استخدم الجو مع الرياضات التي تنتهي بـ ing؟ إيش وقت استخدم البلاي مع الرياضات التي فيها كرة أو الرياضات التي فيها منافسة بين فريقين أو شخصين؟ ويفعل اللي هي الدو مع الرياضات البدنية والتي لا تتطلب إلى معدات. فسيقول لي سقط الكلمة أو سقط الرياضة بالفراغ المناسب. فعلى سبيل المثال أتلتكس، أتلتكس الرياضات البدنية مع حقل الدو، أتلتكس الرياضات البدنية فقول دو أثلتكس. باسكتبول فيها كرة، إذن بلاي باسكتبول أخليها بحقل البلاي. بوكسينج
قلنا بوكسينج صحيح انت باي ان جي بس ما اخليها ويا الجو، قلت لها تعتبر من الرياضات البدنيه فاخليها ويا الدو. تشيس الشطرنج اخليها بحق البلاي لان بها منافسه بين شخصين. سايكلينج ينتهي باي ان جي فاخليه هنا بحق الجو لان ينتهي باي ان جي. فوتبول واضحه اخليها بحق البلاي بلاي فوتبول وهكذا. جول كذلك مع حق البلاي جول. وكذلك جوجينج بها اي ان جي بحق الجو. جوجينج معناها طبعا الهروله، رياضه الهروله. جودو هاي من الرياضات البدنيه فاخليها بحق الدو. كاراتيه كذلك من الرياضات البدنيه اخليها بحق الدو. سكيتينج تنتهي ب اي ان جي اخليها بحق الجو وهكذا. سويمينج تنتهي ب اي ان جي اخليها بحق الجو لان تنتهي ب اي ان جي. تنس بها كره بها منافسه بين شخصين إذا أخليها بحق للبلاي. والأخيرة اليوغا فيها من الرياضات البدنية فأخليها بحق للدو. هذا ما يخص تمرين رقم 2، تمرين يريد يدربني على استخدامات الدو والبلاي والجو، هذه الأفعال الثلاثة مع الرياضات اللي أخذناها بداية الدرس، أخذنا ملاحظاتها، فهذا تدريب أكثر على استخدام هذه الأفعال مع الرياضات. إذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي، مجرد يريد يدربني على استخدام هذه الأفعال مع الرياضات اللي أخذناها. ننتقل إلى تمرين رقم 4. شو يقول لي؟ يقول لي complete the sentences، أكمل الجمل التالية with do, go or play. نفس الطريقة. لأن منطين القانون اللي أخذناه قبل شوية. يقول لي يا فعل تخلي مع الرياضات التي لا تتطلب equipment، لا تتطلب معدات. الفعل do. زين. يا فعل تخلي مع الرياضات اللي بيها فريقين. أو التي تستخدم كرة، الرياضات اللي بيها كرة. يا فعل، الفعل play. زين، يا فعل تخليه مع الرياضات اللي تنتهي بآي إن جي، الفعل go. مثل ما أخذنا قبل شوية، القانون الخاص بهذه الأفعال الثلاثة لازم أعرف أن الgo مع الرياضات التي تنتهي بآي إن جي، الdo مع الرياضات البدنية والتي لا تتطلب معدات، والفعل play مع الرياضات التي فيها كرة ويكون فيها منافسة بين شخصين أو فريقين. هذا ما يخص تمرين رقم 4. ننتقل إلى تمرين رقم 5. كذلك هذا نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري أو الامتحان الشفوي. ننتقل إلى تمرين رقم 5. يقول لي answer the questions، أجب على الأسئلة التالية. شوف هنا طبعاً يقول لي جاوبني عن الأسئلة عن نفسك أنت، يعني كل طالب يجاوب عن هذا السؤال بالطريقة اللي تعجبه. فعلى سبيل المثال بالسؤال أول شيء يقول لي what sports do you do، ما هي الرياضات التي أنت تفعلها. مثلاً أقول I play فوتبول، أنا ألعب كرة القدم. بمناسبة طلاب ركزوا، أنا استخدم الفعل المناسب للرياضة. مثلا واحد يقول لي أنا ألعب أو أمارس رياضة الملاكمة، فلازم يقول I do boxing، ما يقول لي I play boxing، لأن البوكسينج تستخدم وياها الفعل do، فلازم تختار الفعل المناسب للرياضة. زين، السؤال الثاني which sports do you want to do، ما هي الرياضات التي تريد فعلها. بس هاي الرياضات اللي انت تفعلها، زين شنو الرياضات اللي تريد تفعلها؟ على سبيل المثال تقول I want to play، اريد ان العب على سبيل المثال تنس. واحد يقول لي، يسالني الاستاذ داخل الصف يقول لي واي، ليش انت تريد تلعب التنس؟ عبرت عن الشغله اللي تريد تلعبها. زين شنو السبب اللي اختارت هذه الرياضه؟ مثلا اقول because، لانها it is interesting، لأنها ممتعة إلى آخر الجملة. زين السؤال الثالث شو يقول لي؟ يقول لي are there any sports that don't interest you، هل هنالك أي رياضات لا تعجبك لا تثير اهتمامك؟ على سبيل المثال أقول له بوكسينج، رياضة البوكسينج. شنو البوكسينج؟ الملاكمة. راح يقول لي ليش أنت هذه رياضة البوكسينج ما تثير اهتمامك؟ لازم تذكر له السبب. مثلا أقول أنا على سبيل المثال because، لأنها it is aggressive، لأنها رياضة aggressive عدوانية. هذا السبب المناسب لهذه الرياضة. كل طالب يعطي السبب المناسب للرياضات اللي اختارها. هذا مجرد نشاط صفي غير مهم بالامتحان التحريري والامتحان الشفوي. كل طالب يجاوب بالطريقة اللي تعجبه عن هذا السؤال، يعني ماكو جواب نموذجي محدد عن هذا السؤال. هذا ما يخص درسنا هذا اليوم. أخذنا بها الرياضات وعرفنا أن هاي الرياضات يجب حفظها إملاء ومعنى. ولاحظنا معنى ليش لازم نحفظها كمعاني، على مود أعرف أختار الفعل المناسب لها من الأفعال go و play و do. وليش أحفظها كاملة؟
لأنه ممكن يجيني تمرين رقم واحد بسؤال مفردات أو سؤال الإملاء ويقول لي اكتب أنت، لازم تكتب الرياضة المناسبة للكلمات اللي أنا منطيك إياها. على سبيل المثال ball two teams وgoal، ينطي لي كرة وفريقين وهدف، شنو الرياضة المناسبة لها؟ فأنا لازم أكتب له فوتبول كاملة من عندي، مو هو يعطيني إياها، لازم أنا أكتبها بإملاء صحيح. لذلك يجب حفظ إملاء ومعاني الأفعال اللي أخذناها بداية الدرس. كذلك أخذنا الأفعال المناسبة لكل رياضة من هذه الرياضات، وعرفنا أن هذا موضوع قواعدي من ممكن يجينا بالسؤال الثاني على شكل اختيارات. وكذلك وضحنا الملاحظات مالتها، حاول تكتبون هاي الملاحظات بالدفتر وتحفظوها، لأن هاي الملاحظات مهمة جدا لامتحان الشهر الثاني، خصوصا الامتحان التحريري. ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو، أي سؤال أو استفسار أو إضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلون على حسابات الموجودة أسفل الفيديو في الوصف.